السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم مع ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس صفحة 9، دونك لونيتي 1 سمان 2 6. دونك لي ماروكان دو موند، مغاربة العالم. دونك على فان دو سات يونيتي، في الاخر ديال هاد لونيتي هادي، تي سورا كابابل دو كومبروندر اي دو برودوير، تولي قادر على فهم وإنتاج ألورال يعني كري شفويا وكتابيا دي تكس أفيزي انفورماتيف اي ناراتيف، تولي قادر على كتابة نصوص انفورماتيف يعني ذات معلومات وناراتيف روائية الحكي. تخي بيان، دونك لي ماروكان دو موند، مغاربة العالم. دونك عندنا هنايا المغاربة هادو اللي هما عايشين في الدول أخرى أليترونجي، يعني خارجين المغرب. تخي بيان، دونك جوبسيرف، دونك جوبسيرف اي جو ديكوفر. دونك كيل دومين شاكون دو سي بيرسوناليتي اي تيل سيليبري. دونك هنايا الدومين يعني المجال، اذا كل واحد في هادو اش من مجال هو مشهور فيه. دونك بطبيعة الحال كل واحد غنعطو المجال ديالو. دونك بالنسبه للدوكيمون 1 حكيم زياش، لو سبور يعني في المجال الرياضه، اودريا زولاي هذه في لا بوليتيك يعني في السياسه، 3 هاد نجاة فالود بالكاسم هذه لا بوليتيك حتى هي السياسه. بالنسبه لهذا جمال دبوز فهو فلاغ يعني الفن. بالنسبه للدوكيمون 5 كمال ودغيري هذا في لا سيونس يعني في العلوم. بالنسبة لقاد المالح لاغ الفن هذا، وهاد الاخرى سارة بلالي دون لي روشيرش سيونتيفيك في البحث العلمي او الابحاث العلمية. تخي بيان، لا دوزيام كيسيون. Donc, qu'en est-il l'identité de certaines d'entre elles? Donc, l'identité, تعريف ديال شي البعض منهم، واش كتعرف التعريف ديال البعض منهم؟ دونك نحاولوا نديروا التعريف ديال شي واحد منهم. دونك اختارينا مثلا زياش، دونك نقولوا حكيم زياش est un footballeur international، هو واحد لاعب كرة القدم دولي ماروكان مغربي، né le 19 mars، تولد في 19 مارس 1993 ا درونتن او بيبا، يعني تزاد في هاد المدينة اللي درونتن في هولندا. بيبا هي الأراضي المنخفضة هولندا. دونك هنا عطينا ليدونتيتي ديال حكيم زياش اختياري فقط. 3 او سونتيل ني، يعني فين تزادو هما. دونك بالنسبة لتلاتة فين تزادو، دونك عندنا اختيار، اما نديرو كل واحد فين تزاد بوحدو ولا نديرو جواب مشترك. دونك جواب مختصر نقولو ال سوني او ماروك، صوف كلهم تزادو في المغرب صوف الا زياش، اودري ازولاي، يجمل دبوز، هاد الثلاثة هادو ما تزادوش في المغرب. بغينا نديرو كل واحد بوحدو. دونك حكيم زياش ني او بيبا، تزاد في هولندا، اودري ازولاي هادي في سان كلود فرانس، نجاة بالكاسم هذه في بني شيكر في المغرب، جمال دبوز في باري في فرنسا، كمال ودغيري في فاس، قاد المالح نيا كازابلانكا وماروك، تزاد في كازابلانكا، سارة بلالي نيا كازابلانكا وماروك. بغينا نديرو جواب مختصر كما قلنا، راه نديرو هذا كلهم تزادو في المغرب صوف الا زياش، اودري ازولاي، جمال دبوز. تخي بيان، ماتنو 4. واتو eu l'occasion de les voir، دونك فين كانت عندك الفرصه باش تشوفهم هاد الشخصيات هادو؟ بطبيعه الحال هاد الشخصيات هادو كنشوفهم اما في لا تيليفزيون، دونك جو لي فوا على تيليفزيون، كنشوفهم في التلفازه، دون لي سيت دانترنيت، في لي سيت انترنيت، في المواقع ديال الانترنيت، اي دون لي جورنو، وفي الصحافه في الجرائد. تري بيان، 5 selon toi quel est le rapport entre le titre et les photos؟ دونك هنايا على حسابك نتايا شنو هو العلاقه ما بين لي فوتو
وما بين العنوان، دونك العنوان لي ماروكان دي موند مغاربة العالم، ولي فوتو عطاونا شخصيات ديال المغاربة اللي عايشين خارج المغرب. دونك نقولو لي فوتو مونتخ دي ماروكان كي فيف دون لو موند، يعني الصور كتبين لينا مغاربة اللي عايشين في العالم. تري بيان سا. À ton avis, est-ce que tous les Marocains qui se sont installés à l'étranger ont réussi leur vie? Wesh, فرأيك على حساب رأيك أنت أنت est-ce que wesh كل شيء جميع المغاربة اللي عايشين في الخارج ont réussi leur vie واش نجحوا في الحياة ديالهم، واش جميع المغاربة اللي عايشين في العالم نجحوا في الحياة ديالهم. دونك من طبيعة الحال هنايا كل واحد غيقول الرأي ديالو. دونك الرأي ديالي أنا مثلا هو ان ماشي الجميع، كاينين اللي نجحوا في الحياه ديالهم في ليترونجي في الغربه، وكاينين اللي ما قدروش يوصلوا. دونك هنايا امون افي في الراي ديالي il y a des marocains qui ont réussi leur vie à l'étranger، يعني في الراي ديالي كاينين مغاربه اللي نجحوا في الحياه في الغربة على الترانجي، نجحوا في الحياة ديالهم في الخارج. مي إليا دوطخ كي نغيف با، ولكن كاينين وحدين أخرين اللي ما وصلوش، يعني كاينين اللي ما نجحوش مثلا في الحياة ديالو وما استطعوش يكملوا ويديروا الإنجاز ديال داكشي اللي مشاو عليه، مثلا سواء في العمل سواء في الدراسة سواء في مجموعة من الأشياء. دونك كان هذا أول درس في الميزابرونتيساج المستوى السادس صفحة 9. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. الفيديو المقبل ان شاء الله غيكون درس ثاني حول الصفحة 10 من ميزابرونتيساج اون فرونسي المستوى السادس. دونك الى هناك شكرا، بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.